من القطع التي تضفي أناقة وفخم على مظهر السيدات في الشتاء هو خيار معظم المصممين العالميين لهذا الموسم، إذ تكاد لا تخلو مجموعة عالمية منه، إنه الفرو. ومع استمرار اجتياحه لمنصات العرض يستمر الجدل حوله بين مؤيدي الفرو الطبيعي ورافضيه. كيف نختار الفرو وعلى ماذا يجب أن نبحث؟ وطبعا للإجابة عن هذه الأسئلة تنضم إلينا خبيرة المظهر ميمي رعتم اللي تعرض لنا خيارات. صباح الخير ميمي. صباح النور. صباح الخير. الفرو عليه جدل كبير مثل ما كنت عم بتقولي. طبعا بلشوا بالسبعينات الوعي على قصة الفرو مع بريجيت باردو، بعدين بين الثمانينات والتسعينيات صار في همروجة كبيرة لهالموضوع، لكن لحديد هلا ما انحسم الموضوع. لو في مؤيدية للفوفر يعني مثل هيدا اللي عم نشوفه يلي هو اصطناعي، برضو بيقولوا يلي المناهضين لقالوا انه لا هو كمان بيلوث البيئة لما بيصنعوه، صح. ما حنوصل لحل انما لنختار الفرو تبعنا صار شيء ضروري بالموضة عم بحكي. طبعا كل واحد عنده خياره، هو بينقي اذا بده يلبس ولا ما يلبس فرو. إنما من آخر التسعينات لهلا فينا نقول إنه مبيعات الفرو طلعت تقريبا 60%، علما قديه كان فيها الحملات ضد الفرو بس. وعلى المنصات في أكثر من 75% من المصممين منشوف على منصاتهم فرو. سو بلندن، باريس، ميلان، وين ما كان المصممين حطوا فرو بالسلكشنز تبعهم. رح نبلش بالليبرت الأول. أول لوك يلي فينا ندخل الفرو بحياتنا اليومية كاجوال كاجوال. سو هالفوفر يلي هو ليبرت برينت، بفتكر كل سيدة حتلاقي هو هيدا الطبعة صارخة. بس حتى نخفف منها، مشان هيك حطيت تي شيرت أسود عادي مع تراك بانت، يعني سادة تراك بانت يلي مثله للرياضة، مع الفوفر الليبرد وشوية اكسسوريز من هوني. واخترت حذاء بوتيز كمان هيك بلون مناسب وبيقدر ينلبس هيدا الستايل مع تاني شوز، يعني حذاء رياضي حلو بيقدر يكمل الاطلاق عشان يكسر بس اللوك اللي هو الرسمي لحليك أجوز. متى ممنوع تلبس الفرو؟ ممنوع؟ في إيش؟ في إيش مثلاً؟ في أي ستايل معين مثلاً ما تقدر الفتاة ناتي؟ هلأ ليك أنا بالعكس أنا عم جرب فرجي إنه بكل المناسبات نقدر نلبس فرو، بس هو أنا بالآخر دايماً كل المناسبات إيه حسب الطقس طبعاً. بالبنت السيدة بتقرر إذا بدها تلبس فرو ولا لا، بس بكل المناسب يعني عم بقول لك هيدا مثلاً أسلوب فيك تلبسه كل يوم أنت ورايح تعمل زيارة شوبينج، بس نهار ولا ليل؟ يعني. نهار نهار بالنهار أنا ليكي لبسته مع تراك بانت وبيقدر يلبسه عشان الناس عادة يرتبطوا الفرو بالليل. هيدا الغلط بالتفكير، مشان هيك عم جرب اكسر هالتفكير. هلا باطلاله ثاني كمان بنقدر نلبس، لانه هلا كثير رائج نلبس مثل الملابس يلي بتلبس للنوم، بنلبسها بالنهار هيدا بالموسم الجديد. سو فينا نحط هالفستان يلي هو بيقدر يبين كانه قميص نوم بس هو فستان، يعني قماش خفيف وساده يكون، وفوقه في كارديجان. هالكارديجان في عليه مش قبه من الفرو يلي هي كمان اهين، ما بقى عم نلبس فرو كامل، عم نلبس بس قطع يعني شغله وحده فيها فرو، مش قطعه كامله، في تفصيل معين فيه فرو. ومعه حذاء هيك كثير انثوي ناعم. انا مع الطويل ما بحب نلبس كعب، وهيدي كمان لحتى نقدر نفكر فيها كاطلاله نهاريه مش بس توحي انه للمساء لانه لابسين فستان طويل. بقى سو كمان الشيء الجديد بهيدا الموسم للفرو انه ننسق الفرو مع قطع من الحرير. اوكي. يعني فيصل بدي اعزبك رح فرجيكم مثلا هون هيك مثلا هيدي القطعه قبل ما ننتقل للاسلوب التالت. هيدي كمان جاكيت من الفرو. ايوه
اوكي ملون كمان الفرو يلي الشيء الجديد بهالمواسم اخر كم في الالوان يعني قبل كان يلبس بلون واحد هلا صار في الوان شو ممكن تفكري بالالوان وبرنتس يعني مثل ما تكويني هون او هون حتى في مخطط سترايبس وكذا سو تحت هال الفرو هيدا اذا الشيء الكثير رائج انه نلبس مثل ما قلت لك الملابس اللي بنلبسها بالليل الداخليه يعني مثلا بيجاما هيدا هيدا فينا نقول بيجاما من الحرير يلي هو كتير رائج ينلبس هلا سو فينا نلبسه بالنهار ونحط معه فرو اذا كان الطقس مناسب ونلبس حذاء باجرنا بيقدر يكون سنيكرز بس اهم شيء ما نعطيه ما نلبس معه ستيلتو مثلا لهذا صارت اطلاله مسائيه صح صح طيب بالنسبه مثلا للفرو خصوصا مثلا هذا انه كامل فرو وحتى عندنا هنا يعني الاتنشن الانتباه كله هنا الاكسسوارات كيف تكون ناعمه رح فرجيك هلا كمان في شغله تانية طبعا الاكسسوارز بدها تكون مثل ما قلتك كتير خفيف يعني ماكسيموم مع هيدا فيك بركي تحطي بركي حلق او مثل ما حطيت هون بيكون في عنا بندنت طويل بلا ما يكون في عندي عقد كبير وصارخ لانه فيك تحطي بس صرت اطلالي مسائيه صرت قلا صح صح نحن عم نشوف كيف فينا نلبسهم بعشاء او بظهره خلال النهار اوكي مثلا كمان كرمال الاطلاله نهاريه كمان هيدي ليكي هيدي باركا يلي هي جاكيت بتلبس كل يوم هلا كمان كتير رائجة وكتير هين لبسها حتى اذا بدنا نزيد اضافه من الفرو فينا نحط هال الياقه يلي هي من الفرو بنخلي بنرجع بنطلع الهودي لبرا سو بضل عندنا هالاسلوب الستريت وير وبنحط اللياقة من الفرو تقدر تتعلق وبتكون هيدي لو فينا نلبسها مع جينز أو مع تنورة طويلة أو مع حيالة هيك حتى جينز مخزق بيطلع كتير مهضوم مع هيدي الإطلالة سو للسيدات يلي بخافوا يلبسوا كتير فرو لأنه كمان الفرو عنده بيقدر يزيد وزن يعني صح صح على شكل الست سو بتقدر تحط تاتشز صغار من الفرو أنا رح عملته أسيستنت يعني اليوم أنا طيب ننتقل للي بعده والإطلالة كمان هيدي نهارية كمان أنا كتير بحب هالستايل هيدا يلي بزجنا الجينز يلي كمان فيه فيتشي وجلد لأنه الجلد هو كمان الرفيق المحبب للفرو سو مع الجينز والجلد حطيت كمان هالتوب يلي فيه مخرم ماشي مخرم هيك بيعطي كتير لمسة أنثوية للإطلالة وهيدي الفيست بلكم سو كمان هي نحن خاصة عنا بمناطقنا يلي بضل فيها شوب أكتر من البرد هلأ بهيدا الموسم شوية برد عنا هيدا الفيست هي كتير مناسبة لحتى نلبسها لأنه خاصة المساء بيكون في شوية برد فينا هيك نحط علينا بدل ما نحط جاكيت عادي فينا نحط الفوفر جاكيت وبنلبس معها مثلا كمان برجع بقول أو حذاء رياضي أو بوتيز يلي أنا اخترتهم هيك من نفس التدرج الألوان طبعا دائما يكونوا أنكل بوتس ما يكون البوت لا لا إذا بنلبس البوت العالي معها خربنا اللوك صرنا بأسلوب آخر أنا عم ببعد عنه لهيدا الأسلوب طب ميمي أنا بسألك في زي البرناتة برضو أو إيه هيدا الشبكة مثلا بس تلبس لما منكون مسافرين دافوس مثلا على دافوس هلا لأنه بعد شوي سو فينا نحط شبكة على رأسنا لأنه حتى نتقل البرد بس إنما لا بس ما تحتاجيها بشكل عام بالشكل لا هلا إذا كنت عايش ببلد كتير في تلج وبرد هذا سؤالي متى يكون الفرو أوفر يعني فيك تكون ماشي على بالشارع رايح من مكان لآخر ليه بسفره وتحط الشبكة تبعولتك بس مثلا بإجرك بتكون لابس برضو بتمثل بس بتكون لابس كمان بتكون أو السيدة لابسة حذاء رياضي حتى ما نعطي هالفرو هالإطلالة نحاول نكسر قد ما إذا لابسين الرسمية نكسر شوية نكسر منها هلأ كمان للسيدات يلي ما بتلاقيك بدون بس لمسة صغيرة من الفرو مثلا في الأحذية دخلوا للفرو طبعا عم نحكي فوفر ما عم نحكي الفرو هيك لمسة كتير مهضومة للإطلالة أو بنقدر إذا بدها كمان السيدة تكون بس تحمل حقيبة يد كمان من الفرو هيك مثل ما عم بقول في كتير ألوان صارت تستعمل للفرو حتى هيك يخلوني يكونوا ترندي وحينين لللبس بحياتنا اليومية طيب مثلا هذه شنطة الفرو
طبعا اكيد واحد ما حيلبس كمان جاكيت فرو، فهذه تكون مع اشياء ساده، هي هذه بس التاتش. فيك تكوني مثلا لبسه جاكيت او معطف عادي من قماش عادي وتحملي هالشنطه. هلا صح دائما لازم يكون باطلالتنا في قطعه واحده فرو، يعني هلا اذا بدك تحط على مثل ما كنت عم نقول على الشبكه على البنايطه نحطها على راسنا، يعني هيدي حتى نحط ب نحن وماشيين برا، بس لما حندخل لجوا حجسو بضل عنا باطلالتنا دائما نفكر في عنا قطعه وحده من الفرو او عم نعين الفوفر عم نحكي حتى ما نزيد ما يصير في اوفر عليه. يعني احنا انا ودي اسالك بعدين انه على الفرو للرجال لكن قبل 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 بعد بس بدي اقول لكم في اطلاله كثير رائجه بس رح علي اي 10 ثواني يلي اهم قطعه فرو هلا كثير رائجه هي الستول يلي هي هالقطعه بتجي بتنحط كانه السيدات بالزبين حطوها هيك، هلا صرنا بنحطها هيك لاطلاله نهاريه وبنحط حزام فوقها هون وبكون عن اخر على الموضه. جميل. خبيره المظهر ميمي رعد كانت معنا وعرضت لنا هذه الفروه اللي قدامكم، يعطيك العافيه، شكرا لتواجدك.